موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. هنأ الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، داعيا الله أن يجعله عام خير ونماء لمصر وأهلها، وأن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما تصبون إليه من الأمال والغايات لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم. وأكد وزير الدفاع وفاء رجال القوات المسلحة لمسؤولياتهم ومهامهم المقدسة التي يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية وحماية منجزاتها ومقدراتها ومصالحها القومية العليا تحت قيادتكم الصادقة الحكيمة. أعلنت وزارة الداخلية استقبال مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان وفدا من الإعلاميين ومنظمات حقوقية وجمعيات خيرية للاطلاع على منظومة السياسة العقابية المطبقة داخله والتي تتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. مراكز الإصلاح والتأهيل تتبنى فكرا إصلاحيا متطورا ذو بعد إنساني يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة، لذا ليس من المستغرب أن تكون مقصدا لزيارات دولية ومحلية لرؤية التجربة والاستفادة منها. في هذا السياق استقبل مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان وفدا يضم إعلاميين ومنظمات حقوقية وجمعيات خيرية للاطلاع على هذا المركز والذي يعد واحدا من أكبر المراكز الإصلاحية والتأهيلية التي أنشأتها وزارة الداخلية لتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير حياة كريمة للنزلاء. اطلع أعضاء الوفد على ما يوفره المركز من رعاية طبية متطورة من خلال المركز الطبي بتجهيزاته الطبية المتطورة التي أحدثت نقلة نوعية في الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. كتلينا فرصة للحديث مع النزلاء المرضى، يعني بصراحة أنا من كلامي معهم أنا شايفة أن هم مرتاحين، لأن كنا بنسألهم بوضوح أنتوا لما بتتعبوا بتلاقوا حد يسأل عليكم، كل طلباتكم اللي بتطلبوها بتبقى تمام بتلاقوها، لما بتقدروا تتواصلوا مع أهليكم عشان يقدروا يطمنوا على صحتكم، فطبعاً أكدوا أنه ده بيحصل. النهاردة المستشفى بكل إمكانياته اللي احنا طلعنا عليها المرة فاتت في حالة عمل، في حالة تشغيل، وده أمر مهم جداً جداً جداً. في جاهزية لاستقبال أي حالات والحالات الدقيقة جدا، يعني في عمليات القلب أنا شفت حد محجوز في عملية قلب مفتوح، في قسم للنساء، بصراحة موضوع متقدم جدا جدا. كل ده بيأكد أن مراكز الإصلاح والتأهيل لديها فلسفة ولديها هدف نبيل، وهو مساعدة النزلاء على إجراء الجراحات، على إجراء العمليات، على تلقي الخدمة الطبية السليمة، وده اللي بيحقق العدالة وبيحقق الإنصاف وبيحقق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقد شهد أعضاء الوفد الأساليب الحديثة في المنظومة العقابية والتي تطبقها وزارة الداخلية والتي تعتمد في جزء منها على إصقال مهارات النزلاء الحرفية نتاجها مشغولات يدوية تتسم بجودتها العالية ولوحات فنية رسمتها أيادي النزلاء. كما اطلعوا على ما يقدم للنزلاء من رعاية تعليمية وثقافية ورياضية. تطور غير مسبوق في تقديم الخدمات للنزلاء، سواء من الخدمات الرعاية الصحية أو خدمات التأهيل وإعادة الدمج الخاص بالنزلاء. ما يحدث هنا أصبح نموذجا، ولذلك ليس صدفة أن تأتي الكثير من الوفود إلى مصر لترى هذه التجربة على أرض الواقع. لقيت الشكل اختلف والمكان اختلف والمعاملة اختلفت والحياة وأسلوب الحياة اختلف. يعني بلا شك هناك نقلة نوعية حضرية يعني لم تحدث مش في المنطقة ولا في الشرق الأوسط، لا في العالم.
وقام الوفد بجولة بمنطقة الزراعات والإنتاج الداجني والمصانع، وهي مرافق تأهيلية تساعد النزلاء على اكتساب مهنة تدر عليه دخلا ثابتا سواء داخل المركز أو عقب الإفراج عنه. أهم ما لفت نظري هو هذا الاستعداد النفسي للنزيل لمواجهة الحياة بكل صعوباتها بعد انتهاء مدة عقوبته. حتة ان الدولة تحول السجون الى مراكز الاصلاح والتأهيل والانتاج، بدل ما طلع مجرم بطلع انسان منتج وانسان حابب ان هو يعيش بكرامة وبشرف، يكون عنده مكسب من خلال المشروعات الصغيرة بتعده اعداد وتأهيل نفسي متكامل في منظومة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. من خلال لقائنا مع السيدات ان هم مبسوطين وان هم فرحانين ان هم قادرين ان هم يشتغلوا وقادرين ان هم يعبروا عن نفسهم، اتكلموا كتير قوي عن ان المعامله معاهم دايما كويسه، طبعا دي حاجه احنا دايما بنطمح ليها. واطلع الوفد على مواهب النزلاء الفنيه التي يتم اثقالها من خلال خبراء ومتخصصين، حيث اثنوا على التطوير الكبير الذي تشهده السياسه العقابيه في مصر. حتى السجون صارت صوامع للفنون، والدنيا من أجلها تسعى وتأتينا، وكرامة الإنسان تسكن مصرنا، والحق قولي ليس النزيل سجينا. أصبحت مراكز الإصلاح والتأهيل نموذجا متفردا في الإصلاح والتأهيل، ليس على المستوى المحلي ولكن الإقليمي والدولي، يحتذى به في إنسانيته وبرامجه التأهيلية، وهو ما يؤكده سعي العديد من الدول إلى نقل هذه التجربة التي تؤكد أن مصر تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكل أبعادها. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص الدولة على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز بنية الاقتصاد الكلية، وأحد العوامل المؤثرة أيضا في جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال الاستمرار في تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية على نحو يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير. وأوضح الوزير إلى أنه تم ميكنة كانت وتوحيد 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر على منصة نافذة، مشيرا إلى أنه يمكن الآن إجراء عملية تسمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة. أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري حرص الوزارة على التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها. جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة موقف الدراسات البحثية الجارية لتأهيل الترع وتثبيت الجسور بطرق صديقة للبيئة ضمن الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه. كما أكد الوزير أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم لتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، موجها باستمرار متابعة تنفيذ الدراسة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ونحو تنفيذ التجارب وإجراء الاختبارات على الطبيعة.